استقبل وزير الداخليه محمود توفيق وزير الحج والعمره السعوديه توفيق بن فوزان الربيعه الذي يزور القهر حاليا على راس وفد رفيع المستوى واستعرض الجانبان اوجه التعاون بين وزارتي الداخليه المصريه والحج والعمره السعوديه فيما يتعلق باجراءات تنظيم موسم الحج واكد وزير الداخليه الحرص على مد جسور التواصل وتعزيز اليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج علي الوجه المأمول من جهته أعرب وزير الحج والعمر السعودي عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مقترحات لتزليلها